وش قصة على أيامكم هاي؟ هاي صار لها هاي السنة السابعة. وليش هيك ما هيك مصلخة هذي؟ ما تلبس الشقق الملابس الشقق. كل أسبوع أنزل للسوق أجيب لها، ما تخلي حتى البطانية البارحة من نومتها بيها مخليتها وصل وصل. الشقق الملابس ما تخلي. وهاي وين تنام؟ هاي النومها بالليل لا جوا، وهم نربطها على مود ما تنهد، نربطها بدبة فشي مال غاز للصبح ده ما تنهزم. والعفو يعني هاي يعني هاي هسه ثواني الحفاظة تخليها عليها، تذبها وتكرم يعني فدنا حالتها تعبتني. وما سألت عليها؟ إذا تشوفها مناسبة، هم هي هنا أهلي يم أهلي، إذا تشوفها مناسبة ما تباعوا عليها، تضحك عليها بصفحة. ليش؟ ما تقول ما أريدها. يدري ما تريدها، مو هي أمها؟ أمها ما تريدها. يدري هذا مو بزرها؟ لا، يقول لك ما أريدها بعد. وهذا قسمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر. مو؟ ما تخلي ملابس نهائياً عليها، أي شيء ما تخلي. وإذا فتحتيها وين تروح؟ تنهزم بالبستان منها وتنهزم بالليل، حتى نص الليل ما تخاف. إيه؟ ما تخاف تروح بالبستان تنهزم. وتركضون وراها تجيبوها. ألا الناس يخابرونا لو هم يجيبوها لو إحنا نروح ندور. يعني أنتم ما تفتقوها؟ لا نفقدها شلون رأساً، بس هي ثواني إذا تهدأ ما تلحق بيها. ذيك السبيان ما رحت أركب غدا، ثواني رحت يا معودين تلاحقونا، راحت انهزمت وجابوها وربطتها. يعني أهدها أقول خطية تنهزم. وش تاكل تشرب هي؟ تاكل طبيعي من أكلنا. إيه؟ إيه تاكل طبيعي. كان حليب طبي وقطعوه نستلمه من مدينة الطب. وسته شنو هذا بجسمها؟ هذا حساسية طلعت بيها وعالجتها. الله أكبر. وهي بزعة ربطيها أمي؟ خليها مربوطة، ما أقدر أقفل عنها تنهزم. يعني أول ما تقعد من النوم هي الصبح؟ أي أجيبها أربطها هنا. تربطها هنا بزعة تفتحها؟ أفتحها شوية إذا نقعد العصرية بالحديقة ربع ساعة هيك أفتحها خليها قدام عيني من أعوفها بعد. لا ها هي بعد ما حد يقدر يلزمها. شو اسمها هي؟ تقى. تقى شلونك؟ تقاوي اعطيني المفتاح امي. وين المفتاح؟ شلونك انت؟ زينة؟ ليش حبيبي ليش؟ ملابسها وين؟ جيبي لي ملابسها. السلام الأب رفض أن يتكلم ويانا، وكانت الجدة هي الكفيلة بالخلاص من حفيدتها.